الناس بتركز اليوم على المعجنات وفي اقبال على المعجنات، لانه اليوم فيش لا في لحوم ولا في بضائع في السوق ولا في اي حاجه. فاليوم الحاجه البسيطيه الموجوده الجبنه والكاكاو هو الموجود في السوق من طعم الناس الموجود حاليا وغالي جدا بنجيبه عشان بس نطعم الاطفال الموجودين ونطعم الشباب اللي مش لاقي اليوم قاعد ياكلها على العمل، مش لاقي تاكل. باثنين شيكل بنبيع الحبه عشان يقدر ياكل اليوم. انا هذا المشروع بلشت فيه يعني من قبل اسبوع، يعني تقريبا الي الحين يعني 7 أيام 8 أيام من القله فاشتغلت، وهذا من قله المصاري ما معنى ولا حاجه. ضل انا اتمنى من السيد الرئيس ابو مازن، وبتمنى من السيد الرئيس عبد الله، وبتمنى من السيد الرئيس السيسي والقطري وكل الرؤساء العرب انهم يطلعوا على شعب غزه اللي قاعد بنباد يوم اليوم. اللي بادات في الشمال، احنا في خان يونس نزحنا من الشمال، انا من الشمال نزحت من الشمال للجنوب. اليوم الشمال قاعد بنباد. يا سياده الرؤساء العالم، يا سياده الرؤساء العرب، اطلع على شعب غزه اللي قاعد بنباد يوم اللي مش لاقي الاكل ياكله، اطفاله مش لاقين ياكلوا. لعدم توفر الخضره والطرود الغذائيه اللي بيتم توزيعها كان على النازحين، فصار الاقبال عليها حتى انه غليت كثير كمان. يعني كنا نعمل المنقوشتين تقريبا بشكل ونص او 3 ب2، الان صارت تكلفنا المنقوشه اكثر من شيكل، لانه السيرج صار بدل ما هو ب7 شيكل صار ب25 شيكل، الطحين بدل ما هو الكيس ب30 35 شيكل صار ب120 شيكل. فالامور هذه برضو كمان بتقدر تقول ماساه كبرى كمان على النازحين، على المواطن اللي مش عارف من وين يجيب اساسا قوت اولاده. فإحنا كمساهمين بيجوا كتير ومبادرين بيجوا كتير للعمل الخيري، بحاولوا يعملوا مناقيش وعوقة يوزعوها للناس حتى يمشوا بس يومهم أو يرضوا فيها أطفالهم. هي صحيح مصدر دخل، بس الآن يعني بتقدر تقول صاحب المشروع غير مستفيد. يعني أول كان لما بيعمل بيستفيد، بيعمل له 20-30 شيكل مثلا في الكمية، الآن فيش. الآن اللي بيطلعه الرأس بالطاقية، يعني بيعمل لوجه الله الكريم، ماشي بمقولة المركب اللي فيها لله بتغرقش، لأنه الكمية الآن مع غلو الطحين وغلو السيرج والملح والسكر والحاجات هذه، كل هذا الرأس بالطاقية بيجي مع التاجر أو بيجي مع صاحب المصلحة، إنه ينزل الطحين، يوفروا الطحين في البلد، يخش السكر، التجار تخفض من الأسعار حتى تصير في متناول التاجر البسيط أو صاحب المصلحة والمواطن. هذا المطلوب، بس إنه التاجر يخفض من الأسعار بس، مش أكثر ولا أقل.